السلام عليكم خوتي، تبارك الله عليكم، مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد. دائما كنحاول نقدم لكم الجديد عبر القناة عبد اللطيف القنوري. تحياتي للجميع في مكان داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. الان حنا كنتواجدوا في كاف دورو، ان شاء الله غادي ناخذكم واحد الجوله هنايا في كاف دورو، شوفوا الدعوة كي دايره. هضنا راه الريح ربح راه هايج، شوفوا تبارك الله ربح راه هايج بزاف. المهم خليكم معنا، ما تمشيو فين، دائما البارطاج والاشتراك في القناه باش ان شاء الله يوصلكم الجديد. اللهم لك الحمد يا رب العالمين على هذه الطبيعه وعلى هذا الجو الجميل. كما كتشوفوا البحر راه هاي، يا سلام يا سلام. المهم غادي ان شاء الله ندير واحد الجوله منا باش تكتشفوا معنا المكان. تحياتي لك. باركينغ ديال كاب دورو هو هذا، ميناء كاب دورو راه شال مليح. ان شاء الله غادي ندير لكم واحد الجوله خفيفه باش تشوفوا المكان. اذا غادي نطلعوا نشوفوا البحر راه هايج. بسم الله على بركة الله، هذا هو الدروج ديال كاب دورو باش كتطلع تشوف المنظر الجميل. يا سلام، اللهم لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. بلادنا بلاد الخير تبارك الله، بحرا وجبالا ووديانا. هذا النهار كما كتشوفوا البحر راه هايج، راه تيحقو تبارك الله. شوف 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 شوف، نخليكم مع هذا المنظر الجميل هنايا في كاب دورو باش تشوفوا الاجواء. تمشاو شويه، يا سلام يا سلام. كان هنا واحد الريستورا هيا لهيه. شوفوا سبحان الله هذه الحجره كي دايره، شوف سبحان الخالق سبحان الخالق، الحمد لله رب العالمين. شوف شوفوا تبارك الله الزخرفات اللي عطى الاله سبحان الله العظيم، سبحان الله. شوف شوفوا هنايا، شوفوا هنايا كي تشوف هادي قول سبحان الله العظيم وما تزيدش. صافي نمشيو شوية في هاد المكان الرائع بطبيعة الحال، مكان جميل والله العظيم. إلا كي كتجي هنايا كتحس براسك الراحة النفسية، الحمد لله رب العالمين. سبحان الله مبدل الأحوال، شي مرة تيكون البحر راسي، شي مرة تيكون هايج، سبحان الله. بحال دابا راه خطر السباحة، خطر بزاف كاع، وخا كاع تكون طير في العومان ما تقدرش تعوم هنايا في هذا الجو هذا، سبحان الله. البحر متقلب، كملوا الجولة تاعنا. كما كتشوفوا اليوم يعني الناس قليل اللي كتجي تضرب دورة مع الأصدقاء وداكشي، ماشي بحال الصيف. الصيف كتكون شوية عامرة الدعوة هنايا والناس كيعومو، لأن الجو ديال البرد درك. مطعم اللي كاين هنايا في لي روشي ديال كاب دورو تا هو كيقدم مأكولات، كيدير البلا ديال الحوت وداكشي ديال، وكيدير القهاوي، كيدير أتاي براد. روشي في كيقفزو الشباب، بلاصة معروفة هنايا بالقفزات ديال الشق. شوفو ملي كيكون البحر هايج كيضرب حتى لهنا، الموجة كتجي حتى لهنا كتضرب حتى لهنا باش تعرفو بان البحر مافيهش تيق. هاد النهار الريح برد، باش تعرف ان البحر ما فيه ثقه، ملي كتجي الموجه كتضرب حتى لهنا. شوفوا الماء،
خطر يعني راه خطر تسوى منا ولا باش تكرس هنا ولا دليل على ان الموجه جات قويه وضربت هنايا الحيط. الكلام يبقى يقول لك انا وانا ندير وندير او ما دير والو انسان ضعيف تقيسو غير واحد الدرصة في الليل ما تفايق قلت واش هكا الدرصة ما زيدوش لي هضرة صافي سالينا ولا قاسك الوجع ولا ديال البحر كي داير وحتى انتم تحسوا براسكم راكم هنايا باش ما تحسوش بالغربه. انا عارفين الناس الجاليه وحشين البلاد وحشين الاجواء وحشين الاخر. حنا بدورنا كنحاولوا نبارطاجوا معكم الجو ديال كاب دورو وكذا اللي الصيفيه وكذا اللي كاين. نتمنى من الله تكون الصوره واضحه والصوت حتى هو واضح حيت بي كان يكون الريح يكون الصوت شويه بجوج. يعني نقل لكم الاحداث مباشره باش تعرف ان البحر راه هايج والجو ديال كابورو يعني هذا تجربه بتاع الفاريه لحد ما تعرف اسبان الجزر جزر ديال المغرب حنا نمشيو نحوسو تما ونشوفو كي داير الجو. اوه اهرب اهرب شت 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 قلت لكم هادشي خطر على الناس جالسه كتصور تما و ارجع 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 يا سلام البحر يبان لي هاش you
الامواج وكيفاش ابتعاد ابتعاد جد موش الطربك في السقلاعة وتسفت برا برا اخوتي تحياتي لكم شكرا على التتبع ديالكم والى اللقاء ان شاء الله في شي حلقه اخرى ان شاء الله وتحياتي للناس الغربه في مكانو دائما اخوتي البارطاج والاشتراك في القناه باش يوصلكم الجديد عبر القناه في بلاصه الدوري خش علينا في الاراء ديالكم ودائما لكم كومنتات وكتبوا لنا من راه هاي وكتبوا لنا فين اش بلاصه بغيتوا تشوفوها طبيعه الحال على حساب الاستطاعه ما تقولوا لنا روحوا لهي روحوا لهي راه داكشي على حساب الدقدق راكم عارفين الميزانية لو شكرا وتحياتي لكم السلام عليكم واحد القضية واحد القضية خوتي حاولوا على النظافة ديال المكان اللي كتشوفوا يعني الناس اللي كتجي هنايا من السيادة من